دكتور هذا النهارده عنده ظرف خاص، فانا جاي مكانه بس اسبوع واحد كده وهو يكمل معاك ان شاء الله الاسبوع ده. بكام كده سريع اولا في لقيت الناس؟ يعني المحاضره فيها 20 واحد. ده العادي. ده العادي. معلومه. لما اول ترم بنتكلم مع بعض ازاي نصمم الوصلات. قسمنا الوصلات بتاعتنا الى ويلدد كونكشن ثم بولد كونكشن. الويلدد اول جمله قسمناها حسب السترينج اكشن جاي عليها. يعني جاي عليها شير بس، والشير السي جي بتاع الكونكشن سميناها كونسنتريك شير. لان الشير جاي في النص او في السي جي بتاع الكونكشن كلها، سواء مسامير او الحامل. ثم بعد كده رحلنا الفرصه شويه فبقى في شويه بروشنال مونت مع الشير فسميناها اكسنتريك شير. وبعدين زودنا الموضوع اكتر شويه وابتدينا نحط لون يعمل بيندنج او سبلينج ديفورميشن، يعمل المحامات او المسامير ومعاه شويه شير. فبقى في بيندنج ونورمال وشير. دي كونكشن جنرال. صممناها محامات الاول ثم صممناها مسامير وقسمنا المسامير الى نون بري تنشن بولز اللي سميناها بيرنج تايب كونكشن، وبري تنشن بولز سميناها فريكشن تايب كونكشن. كده احنا كده تقريبا خلصنا المنهج كده، يعني كده خلاص. يتبقى بقى شويه الكونكشنز السبيشال شويه اللي هي ما هياش لا ويلد كله ولا بوك، يعني شويه كونكشن سبيشال. اول حاجه فيها هناخدها البيس كونكشن. يعني احنا هنقول كله ما ياخدش بسرعه قوي على البيس كونكشن. فالنهارده هيبقى اول محاضره في البيس كونكشن، وبوك الاسبوع الجاي كمان نفس الكلام. النهارده هنركز اكتر على الهينجد بيز. قبل ما نشوف يعني ايه هينجد بيز ولا شيف ولا غير هينجد بيز، احنا دلوقتي هندور تماما على ازاي نترانسميت الستريمنج اكشنز بتاعت الفريم بتاعنا للارض. اللي فات كله كان ازاي توصل الفريم مع بعض، حديد مع حديد يعني. النهارده هنركز على البيز كونكشن، ان انا عندي العمود ليه رياكشن. فالعمود اللي ليه رياكشن ده بتاخده ايه؟ يا اما فريم كده ده هينجد، يا فريم كده ودي فيكسد. طب حاجه ثانيه، ده الاساس يعني. ايه الفرق بين الاثنين كونكشنز؟ يعني ايه الفرق بين الحاله الاولانيه اللي هي هينج بيز والحاله الثانيه اللي هي فيكسد؟ ايه الفرق؟ مش يعرف؟ ايه؟ ايوه؟ اول حاجه الهينج بيز ها؟ بتسمح بدوران. طب بتدي فرصه تلاقي ايه؟ ايه السنينج اكشن اللي بتلاقيه؟ نورمال وشيء صح؟ وبتسمح بالدوران. يعني انا عايز العمود مع البيز يلف، يقدر يلف زي ما هو عايز، ما يبقاش ممسوك من الدوران، صح كده؟ طب الفيكس بيز نورمال وشير وايه كمان؟ ممكن والروتيشن يساوي زيرو. هنا الروتيشن مسموح بيه زي ما انت عارف، يلف زي ما هو عايز. يبقى في الفيكس بيز انا كمان عايز امنع الدوران بتاعت العمود مع العقل. تمام كده؟ انت عايز امنع دوران بتاع العمود مع العقل. ده الفرق الرئيسي ما بين الاثنين. طبعا لو عندي رولر بدل هينج هيفرق ايه؟ مفيش شير صح؟ بس ده معناه كمان ايه؟ ان لازم البليد او العمود بتاعي يتزحلق يقدر يتحرك على القعده عشان ما يمنعش الشير، يقدر يتحرك زي ما هو عايز على القعده. تمام كده؟ قبل ما نخش في الديتيلز الكتيره دي خلينا نحاول مع بعض كده نشوف يعني ايه اوصل حديد بقعده. هو القعده دي عباره عن ايه؟ نوعها ايه يعني؟ ماتيريال ايه؟ خرسانه كده؟ قعده خرسانه. مش هحط الحديد على الارض؟ ما هو يا جماعه الحديد على الارض ليه؟ واحده عندي عمود حديد صح؟ اهو اي بيم اهو. مش انت صممت العمود نوع اي بيم؟
صح كده؟ في البلان اهو. هنفترض كده انا دلوقتي ان انا بتكلم على الهند بيت. لو جيت العمود ده وحطيته على الارض على الكرب قياس عليك. ها؟ هيهبط مش كده؟ ليه؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ ما يمكن يعوم. مش المركب بيعوم. يمكن يعوم، يمكن يغرس يعني. ولا انتوا شايفين ايه؟ طيب طب ليه طيب؟ الاستريس عالي، في حد قال الاستريس عالي، يعني ايه الاستريس عالي؟ هو الاستريس اللي في الحديد انا متوقع يكون في حدود كام تقريبا يعني؟ رقم ها؟ انت نسيت الفيلم الاولاني قوي كده؟ كام؟ ها؟ اقصى حاجه عندي 1.4 طن سنتيمتر مربع، مش كده؟ ده اقصى حاجه يعني. طب 1.4 طن سنتيمتر مربع دي لو جت على السويل مفيش، مش كده؟ انتوا خدتوا سويل صح؟ ما خدتوش رقم لبرنج كاستي خالص خالص، يعني ما سمعتش عن 1 كيلو سنتيمتر مربع 2 كيلو سنتيمتر مربع. لما واحد بتاع سويل بيتمعظم قوي يعني وبيجمد قلبه قوي والدنيا كتير قوي، دي 2.25. يبقى يعني هو عمل معانا يعني ايه يعني حاجه، بس كيلوجرام على سنتيمتر مربع تمام؟ يعني في الاخر هيبقى 22.5 طن على متر مربع. رقم صغير صغير قوي بالنسبه للارقام اللي بنتكلم عليها دي. وبالتالي ما تنفعش معانا خالص ان انا احط الحديد على ايه؟ على السويل على طول زي ما انتوا بتقولوا. طيب الحل الثاني اعمل ايه؟ اقوم جاي اعلى خلصانه ايه؟ وانا جايب العمود لسه ايه؟ اساسات ايه يعني؟ ستيل. اولا الحديد ما ينفعش ينزل تحت الارض، هيبقى مشكله لان بيحصل له كروجن، في رطوبه، في ميه، في كيميكالز في السويل، هتصفي الحديد على طول. فاحنا بنفضل دايما الحديد بتاعنا يبقى فين؟ فوق الارض. فبعمل قاعده خرسانه قلعه بارزه فوق الارض عشان اركب عليها الحديد. لو عملت القعدة حديد هعمل ايه يعني؟ مفيش حد بيعمل قعدة لازم هي بينهم تبقى خرسانة، مفيش حد بيعمل قعدة حديد يعني. في الاخر هتصدي براحتها يا دوب. لو نزلت العمود تحت هضطر اعمل له بروتكشن خرسانة عشان احميه من التربة والمية، في الاخر هي خرسانة يعني. فلو جبت قعدة خرسانة كده وجبت الحديد العمود حطيته في ايه؟ حاسين بايه؟ كويس يعني ولا وحش؟ برضه وحش ليه بقى؟ الباشمهندس عمل لي كده يعني حاسس ان هو بيلوك، والباشمهندس الثاني قال هيلبس برضه. هو مش هيلبس قوي بس الخرسانه هتتفتت هتتكسر. انت خدت خرسانه بقى صح؟ لو اللود ده 1.4 طن على سنتيمتر مربع، هو البين ستريس بتاع الخرسانه كام؟ الخرسانه بتقبل بين ستريس كام؟ اف سي يو بتاعت الخرسانه كام؟ كام؟ حسب يعني بس كام يعني؟ 300 400 كيلو على سنتيمتر مربع، يعني الكوين فوق طن على سنتيمتر مربع، ده كراش ده فين؟ فيبقى الالام والبيل ستريس بتاع الخرسانه هيبقى كام تقريبا يعني؟ تلتو ما حطوش خرسانه ولا ايه؟ يا جماعه خدت الكلام ده ولا لا؟ بيرنج في الخرسانه كله بيرنج تقريبا تلت اف سي يو تقريبا يعني. فتلت اف سي يو لو عندي اف سي يو 300 كيلو على سنتيمتر مربع، يبقى انا اللعب ستريس على الخرسانه كبيري تقريبا 100 كيلو على سنتيمتر مربع، بوينت 1 طن على سنتيمتر مربع. طبعا في جذب ايه على ايه؟ اللي هي الاريا اللي عليها الستريس فيرسس اللي هيحصل لها فيلير بيوصل ل 2 ضعف الكلام دوت يعني، فهنوصل لبوينت 2 طن على سنتيمتر مربع. بس انا جاي لي 1.4 طن على سنتيمتر مربع، هيحصل ايه؟ هيحصل بيرنج فيلير، الحديد هياخد الخرسانه ويفتتها وينزل صح؟ فبالتالي انا مضطر مبدئيا ان انا اعمل حاجه اسمها بيس بليت. احط بليت حديد لطيف كده تحت العمود.
الفنجان كده وأملاح العمود في بيس بليك. بقى البيس بليك ده هو اللي هيدخل بين البريشر والتأثار. يبقى انا عملت ايه يا جماعه؟ وسعت المساحه بتاعت البيرنج. بدل ما كان البيرنج جاي على مساحه العمود بس، عملت بليت مستطيل كده عشان ياخد الفورس اللي موجوده عندي دي ويوزعها ازاي؟ على مساحه، بحيث ان انا اقدر اوصل بالستريس ما بين الحديد والخرسانه للقلاب والبيرنج ستريس بتاع مين؟ بتاع الخرسانه. فاكرين في المسامير لما قلنا في البيرنج بتاعي القلاب والبيرنج ستريس فانكشن في اف اوت بتاعت المسمار هو الحديد؟ يعني خدنا كده؟ ما هو الالاب والبيرنج ستريس هنا هيبقى الاقل من الحديد والخرسان، لان بيرنج ما بين حديد وخرسان تو ماتيريالز يعني، فالفيلير هيحصل على الماتيريال الاصغر الاقل مقاومه اللي هي موجوده ايه؟ الخرسان. فانا عملت بليت عشان اعمل كده. طيب تعالوا بقى نشوف البليت ده لو اتحط على سطح الخرسان هينفع على طول كده؟ حطه كده على الخرسان على طول؟ ها؟ لا ليه؟ ماذا؟ الخرسانة في ناس هي نزلت سايد وشافت الخرسانة بيقيس بالشكل. بعد ايه؟ اضطر انا سعيان وانا بصب الخرسانة هتلاقي السطح متحبب شوية مش ستريت. ممكن يبقى في فرق ليفل انت بتقول له عايز الفيرس ده ليفل معين من الارض. لو ده الارض او الاسلام جريل او الارضية يعني ونسيب هنا مثلا 200 مللي. فمش لازم الليفل ده يطلع 200 مللي بالظبط. يعني البيدستل ده من القعده دي يعني من القعده اللي جنبها في العمود اللي جنبها وهكذا المفروض كلهم يبقوا سوا واحد عشان لما اركب الحديد يبقى كلهم مع بعض بنفس السوا. التونس ده مختلف هتلاقي العمود القعده دي غير القعده اللي جنبها غير القعده اللي جنبها في طلب شويه. فبنيجي نعمل حاجه اسمها جراوت. بحط جراوت ما بين القعده والخرسانه والحديد. بحط جراوت ماشي. طب انا هنفذ ازاي؟ اولا يعني قبل الجراوت قبل ما انفذ ازاي؟ العمود ده انا خلاص اطمنت ان هو ايه؟ ركز على الخرسانة. طب لو عليه تنشن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ احط مسمار مش كده؟ اربطه بمسمار اجي هنا كده واحط حاجه اسمها انكر بول. احط ايه؟ انكر بول. السيكونس بتاعنا بتاع التنفيذ هيبقى شكله ايه؟ لو انتوا خدتوا فاونديشن هتعرفوا ان الفاونديشن ليفل في جنرال هيبقى في حدود متر ونص ل 2 متر من وش الارض. كل ما القعده طلعت فوق كل ما الاستريس على السويل كان قليل ما يقدرش يشيل ستريس عالي. فالراجل بتاع الجيوتكنيكال فيلد قال لنا ان القعده كان منسوب متر ونص ل 2 متر تحت منسوب الارض. فانتوا متخيلين ان انا اعمل قعده مساحتها كبيره. ليه مساحتها كبيره؟ عشان القلاب الاستريس على السويل صغير صح؟ اعملها من متر ونص تحت الارض افضل طالع بيها بالدبس بتاع المتر ونص كله. الكلام ده مكلف مش كده؟ فانا مش هعمل كده الحقيقه، انا هعمل قاعده تحت ايه؟ على الفاونديشن ليفل اللي الراجل هيجيبهولي. وبعدين هطلع بحاجه اسمها رقبه عمود. فلس عمود يعني. يبقى انا وفرت ايه يا جماعه؟ وفرت الخرسانه بتاعت القاعده، وبعدين اقوم مركب فوقيها الحديد بتاعي. واضح كده؟ يبقى سيكونس اوف كونستراكشن اصب القعده على المنسوب اللي تحت واطلع بقى شايل العمود وبعدين اركب الانكل بوك واصب رقبه العمود. وبعد ما اخلص اعمل ايه بقى؟ اجيب الحديد اركبه.
عشان اركب الحديد احط هنا حاجه اسمها شيلز بلتات صغيره كده. الشيلز دي ليها فايدتين. الفايده الاولى تعدل لي المنسوب بحيث ان المنسوب بتاع كل الاملاك يبقى واحد. اظبط المنسوب يعني. واظبط كمان الاورينتيشن عشان العمود ما يبقاش نايل كده ولا نايل كده من الخرسانة. بعد ما اظبط الشمس واظبط الدنيا كلها الانجل موجود فاقوم راشق العمود على الشمس دي واظبط كل حاجه وحاطط ايه؟ صابه بالجرافيك. يبقى ساعتها اللون بتاع على الطريق ايه؟ الجرافيك. واضح السيكونس ده ولا الدنيا مش واضحه قوي؟ لا الانجل بولت مظبوط مع الخرسانة. هيتصب مع الخرسانة. فطلع الفيرستل طلع فيها العمود. هجيب العمود الحديد اسقطه بالبيس بليت جوه العمود بس مش هقعده على خرسانة، هقعده على ايه؟ شمس. حتت بليتات صغيره كده عشان اظبط الليفل والانكلينيشن الفيرتيكال ان العمود يكون ايه؟ رأسي. عشان الخرسانة ممكن يبقى فيها ميول، ممكن يبقى فيها تعريق وكده. بعد ما اظبط الكلام ده اقوم صادر الجراب، جراب دي خرسانة بس من غير ظهر. الاستانس بتاعها اعلى من الخرسانه شويه. كويس؟ من غير ظبط. بصبها عليها بحيث ان هي تحجز بقى وتبنى الفراغ دوت فيصبح اللون كله اتنقل عن طريق الخرسانه كجراوند والخرسانه. ولا كده؟ وبعدين اقوم ايه؟ معرض على الانتو بوت بتاعي حابس عليه بعد ما الجراوند يخلص ان انا كده ايه؟ ظبطت الكونكشن ده. تفرض في تنشن. من غير الانكور بولت معمول هيعمل ايه؟ هيطلع لفوق. فلازم حاجه ماسكاه عشان ما يطلعش لفوق. مش بس كده، مش في شير؟ مين اللي هيعمل الشير ده؟ مين؟ الانكور بولت. واحد شاطر ممكن يقول لي ما انت عندك نورمال وشير. طب ما النورمال ده هيعمل فريكشن صح؟ وبالتالي ممكن الشير يتبنى عن طريق الفريكشن ما بين الحديد والخرسانه. بس احنا في الديزاين ما ناخدش الكلام ده في الاعتبار، نفترض ان الفريكشن ده ملوش وجود، لان ما مضمنوش. مفيش كواليتي كنترول، انا بعمل فريكشن بين حليب وحليب في الفريكشن تايب بولت عشان اعمل سيرفس معينه كريتيك معين. هوصل لفريكشن كوفيشنت معين زي ما خدنا في الفريكشن ده، لكن من غير خسارة الحليب ده مش ضامن حاجه. فالافضل ان احنا في الديزاين نشيل الشير على مين؟ على الانكور بولت. والتنشن على الانكور بولت. ماشي كده؟ هو مش قوم مش لازم يعني الجراوند انت الخرسانه مع الحديد ما بتمسكش في بعض يعني مش لازم هتلاقيها فكر الادهيجن ما بين الخرسانه والحديد مش قريب لازم الخرسانه تبقى حوالين الحديد عشان يبتدي يبقى فيه بوند يبقى فيه ديري لكن الادهيجن مش رقم يعني تمام واضح كده يا جماعه السيكونس طيب ليه حطيت الانكل في النص؟ ليه ما حطيتش الانكل بولت يمين وشمال؟ عشان ايه؟ عشان هي ايه؟ انا عايز اسمح للكونكشن انها تلف تروتيت صح؟ فحاولت احط الانكل بولت في النص عشان جراها العزل لما يجي العمود ده يلف الكونكشن هيجي هنا والتنشن هيجي عند الانكل فيبقى دراع العزل اللي ما بين التنشن اللي هو المسمار والكونكشن اللي جاي هيبقى قليل فالمومنت كاباستي اللي هتشيلها الكونكشن قليل ده معناه ان دي بيور هينج لا دي عمرها كونكشن هتبقى بيور هينج دي الهينج العاديه اللي احنا بنستخدمها كتير لكن هتسمح بروتيشن زي ما انا عايز لا هتمنع شويه روتيشن لان ما زال في دراع عزل ما بين التنشن والكمبريشن ممكن يتكون ممكن يجي لي كومبريشن في نقطه والتنشن في الانجل يبقى عندي شويه مومنت الكونكشن ممكن تشيل مومنت طب لو انا عايز اعملها بيور هينج اعمل ايه؟ هعملها ازاي؟ ببساطه شديده عشان اعمل بيور هينج ايه اللي انا عملته؟ جبت بليت وبليت تاني وحطيت منهم ايه؟ رولر. فهيحصل ايه؟
زي اللي انت بتاعته الباب زي اللي انت بتاعته الباب بالظبط. فتلف زي ما انا عايز عشان اعمل بيه الهنج هو لا مفيش غير بس انا مكلف جدا. واحنا انجينير الوايز الدنيا مش سهله مش صعبه قوي يعني مش مهم يعني لما تشيل شويه كمان صغيرين او تقطع شويه كورديشن الدنيا ماشيه يعني. لكن لما رسم هناك ده لا جاي انا ابص في السكشن يعني البليك اهو والعمود جاي فوقيه اهو بعمل بليك تحت كده اللي هو البليك ده وبعمل فيه ايه؟ فور وبعدين غالبا الاثنين دول بيبقوا اثنين بليك سحاب مش بليك واحد يمين وشمال مع البيس بليك اللي موجود تحت اللي جاي على الاعلى وهو حاطط هنا بن ماسوره بنز يعني بن بحيث ان الماسوره دي تسمح بايه؟ بالروتيشن. طب ده كده يمنع التنشن؟ لا لازم اعمل ايه في الاخر؟ لازم البتاع اللي تحت الاول يبقى مشوف في ايه؟ بانكور من تحت. بس دي كده تعتبر هينج. هينج فعلا. ليه بقى هينج؟ ليه؟ الروتيشن مسموح زي ما انا عايز. صح؟ طب لو انا عايز اعمل رول لو عايز اعمل رول اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الله ينور عليك، انت شكلك نزلت تحت كباري كتير. فبنعملها كتير في الكباري لان الكوبري منشا كبير، رياكشنز كبير، وعايز الرولر يتحرك فعلا، فمش مشغول بيقول لي ايه؟ سهل قوي. ما تزعلش نفسك يعني، ادي البليت اهو. ادي البليت اهو اللي جاي مع العمود. حط اسطوانتين اهو والبليت اللي تحت ده هيعمل ايه بقى؟ هيجري ها؟ بس هاخد بالي ان هو لما يجري ما يقعش ما يعديش ويقع يعني. فليه الديتيلز بقى بحط ستوبر يمين وشمال يعني ممكن احط شويه بليتات كده عشان يمنع الضرر ده ان هو يعدي وبدل ما يبقى اسطوانه كبيره كده ساعات بنعملها جزء من الاسطوانه اسمها رجل. يعني نجيب الكره الكبيره قوي دي ونقصد منها حته عشان تقدر تديني الحركه والدوران اللي انا عايزه. تسمح بالدوران وتسمح بايه؟ بالحركه. في اوبشنز كتيره جدا للكونكشن لو انا عايز اعملها ايه يعني. في الكباري ده كان زمان زمان قوي يعني. دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها الاستوميريك بير. الاستوميريك بير الحقيقه بيجيب كاوتش جواه ستانلس ستيل. كاوتش جواه ستانلس ستيل يحط عليه العمود الاعلى حسب البروبرتيز بتاعت الكاوتش ده بيسمح شويه شويه يتحرك كده. طب ما يتحرك كده معناها ايه؟ بقى رولر صح؟ الانضغاط بتاعه بيتحسب وبيدي شويه روتيشن كمان يعني هو بيتحرك كده ممكن يلف كده كمان يعني دول كده طيب حسب قيمه الستيفنس بتاع الماتيريال وانت ماشي ده بنسميه الاستوميريك ليفل ده انت ما بتصممهوش انت بتدي للراجل اللود الديفورميشنز اللي انت عايزها وهو بيصنع لك الحاجه اللي انت محتاجها وتيجي الديفورميشن قد ايه؟ الفيرتيكال لود قد ايه؟ الروتيشن اللي انت عايزها قد ايه؟ الدنيا دي كلها ايه؟ ممكن تتعمل بالمنظر ده. اخر حاجه هنتكلم عليها بسرعه قبل ما نخش بقى في المفيد الجريليتش كونكشن. الجريليتش كونكشن لما يبقى لود كبير قوي قوي زي ما الباشمهندس قال كده انا محتاج القعده حديد الحقيقه. مش عايزها خرسانه، عايزها حديد لان يعني لود كبير قوي. فاعمل قاعده حديد جريليتش تحت وبصب حضرتك رصاصه. يعني ايه؟ يعني اجيب العمود بتاعي واجي تحت احط مجموعه قمر حديد اسمها جريل في البلان العمود اهو احط بقى مجموعه قمر كده وكده اسمها جريل. بعمل ايه؟ جريلا حديد قمر في الاتجاهين تحت علشان اللود يتنقل على القمر ده ثم يتنقل من القمر ده للخرسانه. بس الكلام ده بنعمله امتى؟ في الكونكشنز اللي فيها لودز كبيره قوي. فاحنا هنا مش عايزين نتكلم كتير عن دي
تجريل ولا ليه ولا ليه هنركز في الهينج بيز الأساسية اللي هي ايه؟ دي تمام كده؟ قبل ما اخش وكمل في الهينج بيز طب انا عايز اعملها فيكس هعمل ايه؟ في الكونكشن دي احاول اعمل ايه؟ احط الانكل فين؟ بعيد صح؟ يعني احط الانكل هنا وانكل هنا يبقى انا عملت ايه؟ وسعت المسافة بتاعت الذراع بتاعت الانكل عشان يقدر يشيل ايه؟ مومنت كبير كل ما هوسع المسافة كل ما يقدر يشيل مومنت اكتر ويقلل الروتيشن بتاعت الكونكشن بس هل اقدر اوصل لبيور فيكس زيرو روتيشن؟ لا مش هقدر. طب تاني فكرت حاجة في الديزاين اللي احنا في الفيلم الاولاني لو فاكرين؟ ايوه البادلي لانز كان حاجه اسمها بيور هينج او بيور فيكسد لو فاكرين وانا بحسب الجهات مش كده؟ الجي اي والجي بي فاكرين؟ جي اي والجي بي الزيرو والواحد ها؟ فاكرين؟ عشان الله ينشاط الناس بتضحك حاجات اللي خدناها في الفيلم الاولاني فده مؤثر فيه انا عارف انها عباره عن بيرفكس فانا عامل حسابي وانا بصمم ان هي مش هتبقى ايه؟ بيورلي فيكس. خلينا نشوف الهينج بتاعنا الظريف ده. ايه الحاجات اللي انا محتاج اصممها في هذه الكونكشن؟ ايه الجديد اللي انا حاططه؟ ها؟ ايه اللي انا رسمته زياده هنا؟ ها؟ مش عارفين؟ الانجل بول واحد. ايه كمان؟ ها؟ البيست ليه؟ اثنين سنس ملهاش لازمة دي حاجة تمبري وملهاش لود لأنها محطوطة وأنا بحط وزن العمود بس لكن في الآخر العمود هيشتغل على الجراوند اللي هو زي الخرسانة أو أقوى من الخرسانة فالخرسانة عندنا مش احنا اللي هنصممها يعني أنت المفروض مظهريا هتصمم ده البيرستي بس أنا هصممه في الحديد المالي الزملاء بتوع الخرسانة إيه؟ يدوب نص عمود يعني عليه نورمال فورس وعليه شويه مومنت اصلا ده عمود خرسانه يبقى قال لي ايه الحديد ما صنعوش لسه اللحاق صح يبقى احنا عندنا لحامات ويل عندنا انكر بول وعندنا ايه كمان؟ ها؟ بيس بليت يبقى الثلاث حاجات دول هم الكومبوننتس الرئيسيه اللي احنا عايزين نشوفها مع بعض في الهيد بليت انا الحقيقه هقلب السيكونس شويه عشان اسهل على نفسي هاخد الاول اللحامات ثم البيس بليت ثم الانكور بول عشان حتى يبقى ده السيكونس بتاع نقل اللود ما هو اللود موجود في العمود هيتنقل من العمود للبيس بليت عن طريق اللحام يبقى اول حاجه صممها هي اللحام ثم هيتنقل من البيس بليت للخرسانه سواء بيرنج او لو تكشن عن طريق الانكور بول وشير عن طريق الانكر بول. تبقوا متخيلين الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى انا عندي حالتين اساسيين هشتغل عليهم. لو النورمال فورس كومبريشن ولو النورمال فورس ايه؟ تنشن. تمام كده؟ يبقى عندي ايه؟ حالتين. لو النورمال فورس كومبريشن في حاجات معينه هتحصل، لو النورمال فورس تنشن البيهيفير هيختلف شويه لان اللود هيتنقل بطريقه مختلفه شويه. اول حاجه هنبص عليها هي اللحاق. نشتغل الاول من النورمال فورس كومبريشن هنا النورمال فورس سنتر ايه الفرق؟ ها ايه الفرق؟ هل الفورس دي على الحل؟ ايه الفورس اللي هتنقل على الحل الاول؟ عندي نورمال كده او كده وعندي ايه كمان؟ في ايه اللي هيتنقل على الحل؟ الاثنين مش كده؟ النورمال والشيل في الاتوال شايل لود نورمال وشيل خلينا الاول النورمال تمشي هيحصل ايه؟ ها؟ احنا في الفيلت ويلد بنصمم الحل ازاي؟ بشوف الفيس الاولاني ولا الفيس الثاني صح؟ بالظبط بشوف يعني هاخد اني فيس فيهم فتخيل ان انا اخد الفيس الراسي ده
ولا الفيس الافقي اسهل؟ الافقي صح؟ اسهل لان كله في مستوى واحد. الفيس الراسي ده ماشي كده صح؟ وده ماشي كده عمالي على السبورة، لكن مع الويب ماشي ماله في مستوى تاني. الفيس الراسي ده في 3D، فانا دايما بحاول ابعد على قد ما اقدر عن الفيس اللي فين؟ في 3D، واحاول اروح اسهل للفيس اللي فيه ال 2D. طيب النورمال فورس دي بتعمل ايه على الفيس اللي تحت ده؟ نورمال صح؟ طب والشير بيعمل ايه على الفيس اللي تحت ده؟ شير. طيب يبقى النورمال على سطح اللحام هدي نورمال ستريس، الشير على سطح اللحام هدي ايه؟ شير ستريس. عندي نورمال وشير بعمل ايه؟ ايكويفالنت ستريس. الموضوع بسيط كده مش حاجه صعبه، خدناها قبل كده في الفيلم كله صح؟ بس الخناقه بقى بتاعتنا الشير ده هيتشال على اللحام كله ولا اللحام اللي في الباب بس؟ ها؟ لما يبقى عندنا شكل اي بي وعليه ورق شير جاي من هني وزوني وكده بيتشالوا على ايه؟ على الويب بس. ممكن جدا في مساله ثانيه ما احطش اللحام اللي في الشير في الويب ده، يبقى اللحام عندي في الفلانجات بس، يبقى غصب عني اتشال على مين؟ على الفلانجات. هعمل ايه؟ ما فيش لحام في الويب، فاللود غصب عني هيتنقل على ايه؟ على اللحامات اللي في الفلانجات. يبقى التنشن الدنيا سهله. طب الكومبريشن؟ ها؟ كومبريشن ايه؟ هي ايه مش كده؟ ايه الجائزه؟ ان انا افترضت ان العمود ده في كونتاكت بينه وبين البليت. مش لو انا ضامن ان العمود ده مع البليت اللي تحت في فول كونتاكت، يبقى النورمال فورس هيتنقل من باب اولى لمين؟ للكونتاكت ما بين الحديد والحديد. اما لو مفيش كونتاكت والعمود ده وانا بصنعه بارز سنه طلع سنه ولو جزء من الملي عن الحديد، يبقى ساعتها اللود كله هيتنقل عن طريق مين؟ اللحام. يبقى ده قرار حضرتك كديزاينر تاخده، هل في كونتاكت ولا مفيش؟ طب ولو في برسنتج كونتاكت، يعني في شويه نص كونتاكت 50% كونتاكت 50% لا، يبقى 50% من النورمال فورس هيتنقل عن طريق الكونتاكت و50% هيتنقل عن طريق ايه؟ اللحام. يبقى فكره الكونتاكت دي ده قرار حضرتك كديزاينر تاخده. طب ايه اللي يخليني اضمن ان هنا في 100% كونتاكت؟ اعمل ماشين، اجيب البليت ادخله على المقشطه وامسحه تماما عشان يبقى سموث 100%، واجيب البليت اللي تحت مع العمود كمان اعمل لهم ايه؟ ماشين. بقى السيرفس ده والسيرفس ده ماشين سيرفس على المقشطه، ما اجيش الحديد كده وخلاص مقطعه باللمبه ونضفه كده وخلاص، لا اعمله بالمقشطه بحيث ان السيرفس يبقى فعلا فيها كونتاكت فول ما بين دي وما بين دي، ساعتها اضمن ان في فول كونتاكت. بس في اللوك بتاعته وانا بشتغل لازم احط رمز ان السيرفس دي ماشين سيرفس، لازم تكون ايه؟ فول كونتاكت. ساعتها صمم اللحام على ولا حاجه عشان الشير بس، والنورمال فورس الكومبريشن يتنقل كله عن طريق ايه؟ الكونتاكت. انا عايز ابقى في الكونسيرفاتيف سايد اعمل ايه؟ اشيل اللحام كل حاجه. يبقى اذا النورمال فورس التنشن هيبقى عندي اف بتساوي النورمال فورس على مساحه اللحام كله، والكيو الكيو شير على مساحه اللحام اللي في الويب صح؟ واقوم طالع من هنا ايه؟ بايكويفلنت ستريس جذر اف تربيع زائد 3 كيو تربيع لا يزيد عن 1.1 الالاو ستريس بتاع اللحام، ده ما يزيدش عن الالاو ستريس بتاع اللحام، ده ما يزيدش عن الالاو ستريس بتاع اللحام. الوقف الفيلك بل كان الالاو ستريس بتاع اللحام انا فاكر 0.2 اف ار اللي هي 0.72 طبعا على سنتيمتر المربع. طب في الكومبريشن لازم اخد قرار، الكونتاكت كام في المية؟ 100% ولا صفر؟ الفا بي من 0 الى 100% تمام؟ ويبقى النورمال فورس بتاعت الاف هتبقى النورمال مضروب في 1 ناقص الفا على الاير، والشير زي ما هو، وبعدين احسب الايه؟ الايكوال. يعني لو انا عندي فول كونتاكت 100% كونتاكت يبقى النورمال فورس بتاعت اللحام بصفر، 1 ناقص 1 بصفر، يبقى مفيش نورمال فورس رايح ايه؟ على اللحام. لو عندي 0 كونتاكت يبقى اللود كله رايح فين؟ ها؟ على اللحام زي التنشن. القرار ده قلنا مين اللي هياخده؟ انت كده زي بس القرار ده مهم، وانت بتصمم بتطلع لوحه
تحط على اللوحه الحاجه اللي انت طلبتها. يعني لو عايز كل كارتك لازم تحط على اللوحه ماشي، محدش هيطلع من الحسابيه يشوفك وانت بتصمم الامتحان وانت حاطط كارتك ولا لا. اتفضل. لا ده قراري كده، ده قراري كده. الماشيني بفلوس وجع دماغ خصنيا، فلو اللود كبير قوي وانت مش قادر تشيلها على حياتك خلاص هتضطر تعملي كده. لكن لو اللود قليل واللي حابب يقدر يشيله بسهوله وانت كده وكده حاطه الحياه، ما تنجرحش دماغك ولا المصنع خلاص، ما انا حاطط الحياه كده وكده. حتى لو ما فيش لود هضطر احط الحياه، يعني مش هسيب الدنيا كده يعني، صح؟ وبالتالي يعني مش مستاهله يعني. فحسب ده قرار ديزاين. ان جنرال في المصانع الصغيره والاحمال الصغيره ما برجعش لموضوع الكونتاكت ده وبشيل اللود كله على لحام وخلاص. لكن لما يكون حاجه كبيره ولود كبير مش قادر اشيله على لحام، يعمل كونتاكت يقلب الكونكشن فود بنتريشن ويل. ما هي ايه؟ مش الفود بنتريشن ده بيملى الجابس ما بين الحديد وبعضه؟ ما هي ايه؟ بدل ما اعمل فود كونتاكت وماشين اقلب الكونكشن لايه؟ فود بنتريشن ويل. برضه هوجع دماغ المصنع يعني. فمش بالضروره اعمل كده الا لو انا فعلا محتاج حاجه زي كده. تمام؟ يبقى اول خطوه للحاجه، انا فاضي خالص سبيريت ويل عليه نورمال وشيك. طب الشخص بقى اللي حب يعمل الفيس الثاني اللي هو نور من الناحيه الثانيه ده، الفيس الراسي ده النورمال ده بيعمل عليه ايه؟ ها؟ شير. طب والشير؟ على الويب يعمل شير، صح؟ فلو شيلته على الويب خلاص، لكن لو شيلته على اللحام كله هلاقي ده بيعمل نورمال على الفيس ده وشير. بس احنا من هنا الشير بنشيله على الويب، فممكن اشتغل على الفيس الثاني ويبقى كله شير. تمام؟ لان النورمال فورس ده هيعمل شير، والشير برضه هيعمل ايه؟ شير على حمل فين؟ اللي في الويب. يبقى بدل ما انا هلف الكوفلنت جزء التربيع ده تربيع ده تربيع اللي هي الريزلتنت بتاع ايه؟ الشير بس. ده ينفع وده ينفع. تمام كده؟ في اي مشكله في الحل؟ احنا هنخلص وناخد مثال بارقام عشان نطبق الكلام ده شويه. في اي مشكله؟ نخش على الايتم التاني اللي هو ايه؟ البيس بلاي. تمام؟ نورمال نيجاتيف. يبقى هنا بقى نشوف الحاله الثانيه لو نورمال بوزيتيف هعمل ايه؟ انا هطلع ابعاد الفيس بليت ازاي؟ الاول ما هو الفيس بليت ده ليه ابعاد وليه سلطه، صح؟ يعني ليه ابعاد A وB. المسافه دي اسمها B والمسافه دي اسمها A وليه دور سلطه في بليت. يبقى انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ اطلع الابعاد A وB الاول وبعدين اطلع ايه؟ السلطه في. طب اطلع الابعاد دي ليه؟ حد يقدر يتخيل هعمل ايه؟ ايه اللي حكاني؟ ها؟ ايه؟ البيريك كاباسيتي بتاعت الخرسانة. كل ما البيريك كاباسيتي بتاعت الخرسانة كانت أكبر كل ما احتاج بليت صغير. كل ما الخرسانة كانت ضعيفة كل ما احتاج مساحة ايه؟ أكبر عشان نورمال فورس تتوزع على ستريس معقول ويطلع سيف، صح كده؟ يعني من الآخر زي ما الباشمهندسة كده بتقول ايه؟ بتقول لي خلي بالك إن أنت عندك النورمال فورس كومبريشن ده على المساحة البي في البي ما تزيدش عن الالارابل ستريس في البيرنج بتاع الخرسانة. صح؟ مظبوط كده؟ كام ده بقى؟ كام الالارابل ستريس ده؟ ها؟ 100. كام؟ 100. كام؟ قول انا مش سامع. 100؟ جبتها مني؟ أنا اللي قلت؟ أنا قلت 100؟ 300 أنا قلت 300؟ مش بتعتمد على الإكس يو بتاع الخرسانة؟ حسب الخرسانة يعني، هو دايماً أنت هتشتغل طول عمرك لو الخرسانة دي إكس يو 300؟ لا، هشتغل أنا. إحنا في الحديد هناخد الرقم ده 60 كيلو جرام على سنتيمتر مربع. رقم ال 60 ده جاي من الخرسانة ب 200 كيلو من أيام ما إحنا كنا طلبة
وايام ما الكتاب بيتعمل كان الخرسانه اخرنا 200 250 180 ده كان يعني الخرسانه كويسه يعني. طبعا التقدم العلمي اللي احنا فيه ما حدش بيعمل خرسانه تندي بقى، والخرسانه قبلها 250 300 كمان لازم يكون فيها اسمنت كتير عشان لما تاخده في السويل الاتاك بتاع السويل على الخرسانه ما يخليش الحديد يصدي، فلازم الخرسانه يكون محترم ما هياش خرسانه تعبانه عشان الحديد بتاعها ما يصديش. فبالتالي في الغالب الرقم ده هيبقى قليل قوي بالنسبه للطبيعه. حضرتك لما تيجي تتخرج مش هتاخد 60 كيلو، هتروح تشوف من الخرسانه الالاوبل بيرنج ستريس كام للاكس يو اللي انت مختارها بتاعت الخرسانه، مش رقم ثابت يعني. ذاكرة تانية بتقول ان هو 0.3 اف سي يو مضروب في جذر ايه على ايه؟ حيث الايه الاولانيه هي مساحه البليت، والايه الثانيه هي لما تيجي نعمل كده في البليت ده ناخد واحد من اثنين كده نشوف هيقطع البريستل ده مساحه كام؟ فبالتالي المساحه الكبيره على مساحه صغيره تحت الجذر ممكن ازود شويه البيرنج ستريس اللي موجود في الخرسانه، بس هنفترض دلوقتي ان هو 60 كيلو على سنتيمتر مربع عشان ما لخبطش الدنيا في اللي موجود في ايه؟ في الكتاب، بس عارفين ان الرقم ده يبقى ايه؟ قليل على الحقيقه شويه، الحقيقه اكتر من كده شويه. واللي يحكم بيننا وبينكم هو بتوع الخرسانه، تقلبوا البيرنج ستريس بتاع الخرسانه، يعني تاخدوه في كورس ايه؟ الخرسانه مش عندنا، مش احنا اللي بنقول، بتوع الخرسانه هم اللي بيقولوا. طيب. طب ما انا عندي كده معلومه مش موجوده الا وهي البي والبي دول رقمين، الاثنين مجهولين. هعمل ايه؟ الوصفه بتقول انك هتعتبر ان الاستريس اللي جاي على العمود الحديد ده كانه جاي على قطاع مستطيل من فوق ابعاده 0.95 اتش في 0.8 بي فلان، حيث اتش هو الدبس بتاع القطاع وبي فلان هو عرض الفلانجة بتاعت القطاع. يبقى اذا الوصفة بتعتبر ان الحديد الاستريس اللي جاي علينا هو مش جاي على اي بي، بتعتبر انه جاي على ايكويفلنت سكشن مستطيل ابعاده كام؟ 0.95 دبس القطاع في 0.8 العرض بتاع القطاع. طيب نتخيل كده مع بعض ان عندي حاجه كده كتله ايه وفي بليت تحتيها اهو، الكتله دي عليها ستريس كده جاي وعليها ستريس من تحت كده، البليت ده هيحصل فيه ايه؟ مش حاسين كده ان هو ممكن يديني كده؟ صح؟ التلاتة دي جه منين التانية دي؟ ها؟ عندي ستريس متوزع على ستريس كبير، كأن في سيكشن هنا كده وهمي اسمه سيكشن واحد واحد ده، كأنه كانتليفر صح؟ الستريس من تحت هيعمل عليا بيرنج مومنت كأنه كانتليفر بيجي فوق صح كده؟ فاحنا كل ما هنزود المسافة دي كل ما الكانتليفر زاد كل ما البيرنج مومنت زاد على مين؟ على البيت الحديد يطلع صوته كبير، كل ما قللت المسافه دي كل ما الكانتليفر بتاع البيت ده قل، كل ما البني بور بتاعه قل، كل ما سمك البيت ده ممكن يكون ايه؟ صغير. فاهمين الترمينولوجي دي؟ فاحنا بنسمي مسافه كده وابنيه هنا كده من هنا اسمها ام، والمسافه الناحيه الثانيه دي اسمها ام، بمعنى ثاني البي بتساوي 0.8 بي فلان زائد 2 ان، والاي بتساوي 0.95 اتش زائد 2 ام، عشان ده بليت 2 دي فهيطلع في بندنج الناحيه دي وكمان في بندنج في المستوى الثاني. جميل، يعني في بندنج في الاكس وفي بندنج فين؟ في الواي. عشان البليت ده يكون سيمتريك هخلي الام بتساوي الام، عشان الكانتليفر اللي في الناحيه دي يكون بيساوي ايه؟ الكانتليفر اللي في الناحيه الثانيه، فانا هختار دايما الام بتساوي الام وهاخدها تقريبا 5 سم. 5 سم بالنسبه لنا رقم حاسين ان هو مش كبير قوي مش صغير، عشان المومنت اللي يطلع على البليت يكون ايه؟ معقول. طيب ده معناه ايه؟ ان انا من اول خالص هحدد البي والتي. ازاي؟ البي يساوي 0.8 في فلاش، تعمل عندي انا صممته قبل كده، زائد 2 في 5 سم.
يبقى جبت ايه؟ البي. طب والبي 0.95 الاتش تحت العمود اللي عندي زائد 2 في 5 سم، يبقى جبت ايه؟ البي. هقسم الان النون على البي في دي، هطلع ستريس، ما انساش ان الان بالطن. والبي والبي كام؟ السنتي. فلازم اضرب في 1000 عشان احولها لايه؟ كيلو جرام على سنتيمتر مربع، واتمنى انها تبقى اقل من مين؟ من الالعاب والبيرنج اللي هو 60. لو طلعت اقل يبقى الابعاد التقريبيه اللي انا حاططها بتاعت الديسبلاي كويسه، لو طلعت اكتر هعمل ايه؟ عندي حل تاني؟ ازود البيت؟ ملهاش حل تاني، يبقى الام والام دول هعمل فرايل تاني اللي هو 5 سم خليهم ايه؟ 6 سم 7 سم 8 سم ايا كان حسب ما يطلع، عشان في الاخر الاستريس يطلع ايه؟ سي. واضح كده يا جماعه؟ يبقى الخطوه الاولى انا هطلع ابعاد البي والبي مش الايه؟ ده دي مش ايه؟ الاسترس اللي طالع الاف على الخرسانة مضروب في ام تربيع على 2 صح؟ والام بيساوي الام، فلو انا خدت شريحة محيادي او شريحة محيادي هتفرق؟ المومنت واحد صح؟ الاف في ام تربيع على 2 او في ام تربيع على المومنت كان تقريبا يعني، بس على شريحة عرضها كام؟ عرض الشريحة كام؟ ها؟ 1 سم. وبالتالي سمك البيت هيبقى بيساوي الجذر التربيعي للمعادله السحريه 6 ام على دي اللي 1 سم في الاف اللابل بتاعت الحديد اللي هي كام بقى؟ البيت عليه بندنج، بيت حديد عليه بندنج، الالابل ستريس في البندنج بيساوي كام؟ حد فاكر؟ الترم الاولاني برضه بس خدناها في السكاشن الفتره اللي فاتت واحنا بنحسب الهيد بليت واحنا بنحسب الانجلز خدناها 1.4 طن سنتيمتر مربع اللي هي 0.58 اف اي. بس لو حد فيكم شاطر يقول لي لا ده القطاع الكويت ده كومباكت وشكله ريكتانجلر، يبقى العلاقه بين الستريس زي ما خدنا في الترم الاولاني لو انا عايز ابقى شاطر قوي هيبقى 0.72 اف اي، لانه بني مومنت حوالين قطاع ريكتانجلر، فاكرين الكلام ده؟ وكومباكت سيكشن هيطلع العلاقه مش 0.72 مش 0.58 اف اي، لكن احنا عشان نمشي الدنيا دلوقتي هنشتغل على 0.58 وخلاص اللي هي 1.4 طن على سنتيمتر مربع. هطلع من هنا ايه؟ سم البليت. يبقى الخطوات عشان اصمم البيس بليت هجيب ابعاد الاول، هجيب ابعاد الاول، بعد ما اجيب ابعاده الام والان اتاكد من ستريس سيف، اخد الاستريس اللي طلع لي في ام تربيع على 2 جبت المومنت على البليت، اطلع سمك البليت عباره عن ايه بقى؟ الجذر التربيع 6 ام على البي ب 1 سم في الاف اللابل يطلع عطب، طبعا هقربه لاعلى شويه ماشي؟ ما اخدش بليت ابدا سمك اقل من سم في اي حال من الاحوال، يعني لو طلع لي ملي اعمل ايه؟ اعليه شويه في سم. في بعض الكودز حتى بتدخل 12 ملي و14 ملي، بس انا على الاقل مش اقل من سم عشان يبقى بليت محترم يعني، ما يبقاش ورق قوي يعني. تمام كده؟ طب لو عندي تنشن بقى اعمل ايه؟ لو النورمال تنشن اعمل ايه؟ الحالة دي اعمل ايه؟ في بيرنج ستريس؟ في بيرنج ستريس لو النورمال تنشن؟ لا مش كده؟ في بيرنج ستريس ولا لا؟ ده البليت عايز يطلع لفوق ومين اللي ماسكه؟ القلب صح؟ يعني كان عندي بليت هنا كده مشدود بالفورس اللي في الانجل، فالانجل جايب عليه تنشن صح؟ وممسوك داير مجرور مع العمود كانه 3 سايد بليت. خدتوا بليت ثيوري ولا لا؟ ما خدتوش بليت ثيوري خالص؟ خالص؟ خدتوها؟
حلو قوي جميل. مع مين بقى؟ مصطفى مين؟ نعم جميل. استراكشر يعني بس ما قصروش اهو. عندي بليد عليه نورمال فورس والتنشن اسمها وممسوك فيكسد فري. بنسميه فري سايدد بليد او فري سايدد سلاب. يعني سلابه ممسوكه فيكسد في ثلاث اتجاهات وفري في اتجاه رابع وعليها كونسنتريتد لود. في شويه جداول صغيره كده حطينا لنا البيننج مومنت اللي موجود في البليد في اتجاه واحد واثنين لان دول ماشي مش وان ده ماشي تمام كده. هقرا طبعا انا المومنت في البليد. احنا السنه دي لو عليه تنشن هنقول لك طنش التنشن وكانك ما تصممش البليد عشان الموضوع ده كومبليكيتد شويه واحنا على قناعه ان انت ما خدتهاش في استراكشر قوي. فلو عليه تنشن هنعمل ايه؟ هنطنش البليد بس نبقى فاهمين الثيوري ماشيه ازاي. البليد عايز يطلع لفوق منصوب بالانجل ففي عندي نورمال فورس عند الانجل والبليد منصوب داير ما يدور 3 سايد سلاب في الاي بي واضح كده؟ يعني فيكس 3 وعليه نورمال فورس. حته الجداول دي هجيب لي المومنت واحد واثنين اثنين في اتجاهين يعني هشوف المومنت الكبير اللي فيهم اخش على تي بليد يساوي 6 اجازه التربيع 6 قابل على بي بقى السنتي لو هو المومنت لكل سنتي في اف الاو برضه 1.4 يعني كل ما هيحصل الطريقه اللي احسب بيها بيني مومنت هتتغير شويه لان البليد بقى شكله مختلف شويه غير الكومبريشن والبليد ايه بيتني معايا. واضح يا جماعه؟ طيب يبقى احنا كده ايه خلصنا كمان ايه البيس بليد كده بطلنا مين بس؟ في اي سؤال ولا انتوا الدنيا مش فاهمين حاجه خالص في الدرجات دي يعني؟ ايه؟ ما تصممش ليه؟ اه والدكتور هشام قال لي مش هجيب كده بس ده الاسبوع الجاي اسال اتاكد يعني دوكيومنتد يعني ماشي؟ تمام كده؟ اكمل؟ مش سامع ايه؟ دي الاسترس اللي على الخرسانة اللي هي ان على ايه؟ مش انت حددت بي ودي خلاص؟ اللي هو الاسترس اللي هيطلع ايه؟ اللي هيطلع على الخرسانة ايه؟ الاكشوال بيرنج ستريس اللي على الخرسانة. انت جبت البي ودي وعندك النورمال هتطلع ستريس. الستريس ده في الدراع ترجع على 2 في 1 سم عشان عرض سم فجبت المومنت لكل سم طلعت المومنت سم بتاع 2 ايه؟ اه في بس ال مش قد ال المومنت هيطلع كام؟ هو مش هتقفل يعني. اه الجزء اللي ذكرنا ده بقى شغال له دي شويه مومنت هيروح في الاتجاه ده وشويه مومنت هيروح في الاتجاه ده فاحنا هنطنش ده مش شايفينه ده هيبقى احسن شويه. ما انت بتحول مساله 2 دي ل 1 دي فبتاخد كونسيرفت ابروتش شويه. لو في واحد فيكم شاطر كان يقول لي ايه؟ طب انا ممكن اختلط ان اللود ده كان ديليفر في الاتجاه ده او فيكس في الاتجاه ده يعني يمشي في اتجاه واحد بدل ما يمشي في اتجاهين في الثيوري بتاع البليد انقل اللود في اتجاه واحد ابقى كونسيرفت طلع منه اكتر شويه ممكن طبعا بس غير كونسيرفت الحقيقه. طب هيطلع البليد سوق كبير قوي حرام بدون معنى واحنا عارفين الثيوري بتاع البليد الدنيا سهله ان انا اطلعها من المجلس. تتبقى بقى اخر حاجه اللي هي الانكور بو برضو ولو النورمال تنش لو النورمال كومبريشن الانكور بو ده شايل ايه؟ ها؟ مش شايل نورمال بس شايل شيل صح كده؟ طيب طب مسمار عليه شيل صممه ازاي؟ نخلي ايه؟ هو ده بريتنشن بو؟ لا كانه بيرنج تعرفه اصممه ازاي؟ ها؟ ارشير اربيرنج صح كده؟ اجيب الصغير منهم وده الفرس اللي يشيل المسمار حطيت مسمارين الفرس اللي عندي شيل على المسمارين جبت الفرس على كل مسمار فيهم اقارنهم ببعض واقارن المسمار ايه؟ سيف تمام كده؟ الشير اونلي وهحسب الشير ستريس على المسمار
اللي هي كيو على عدد المسامير على مساحه المسمار، واضرب في بوينت 75. ايه البوينت 75؟ شايفين الثريدز دي؟ في الغالب الانكور بول ده الثريدز دي بتبقى طويله شويه، فصعب ان انا اقول ان الثريدز مش هتبقى طويله في الشير بلين. في الغالب الشير بلين هيبقى ثريد، عشان كده خدت الاري ايه؟ نت بتاع المسمار. ده ما يزيدش عن اللارج شير ستريس بتاع المسمار اللي هي 0.25 اف اوتلت او 0.2 اف اوتلت حسب ايه؟ الجريد بتاع المسمار. وفي الغالب البيس جريد هيبقى سوقه كبير انف ان البيرنج ما يكونش حاكم لي ايه؟ الديزاين. لكن لو انا حاطط بليت صغير المفروض اشيك كمان على ايه؟ على البيرنج. طيب لو عندي تنشن بقى ايه الفرق؟ هشيل ايه؟ شير وتنشن صح؟ يبقى لو عندي تنشن النورمال يبقى عندي شير اند تنشن. طب هعمل ايه؟ هطلع الاستريس الشير وهطلع الاستريس التنشن وهعمل الانتراكشن ايكويشن بتاعتي، الاكشن شير على اللعب والتربيع زائد الاكشن تنشن على اللعب والتربيع ما يزيدش عن واحد. اسمها عادي كده؟ يبقى اذا هطلع الكيو فوق وهطلع الاف بولز اللي هي التنشن على عددهم على مساحه المسمار باي ميتر ربيع 4 في 0.75 ما يزيدش عن 0.33 اف الترا صح؟ ده الالارم تنشن. ثم بعد كده اعمل ايه؟ كيو بول على الالارم اللي هو 0.25 او 0.2 اف الترا تربيع زائد الاف على 0.33 اف الترا تربيع ما يزيدش عن كام؟ عن ايه؟ كيس 2 هضرب 4.2 بقى، يا اما اضرب الالارم والستريس الاول في 4.2 يا اما في الاخر خالص هضرب هنا ايه؟ 1.2. كيس 2 بزود الالارم والستريس 1.2 20%. اي الارم والستريس تشوفه تعمل ايه؟ تزود 20%. ايه؟ ماشي ما هو 1.2 ايه المشكلة؟ لا كل واحدة فيهم الارم 1.2 يعني كل الارم والستريس 1.2 عشان ما تتلخبطش يعني الارم والستريس بيزيد 20% هتجيب الارم والستريس اللي هو 4.2 تمام؟ ففي سؤال تاني بقى مش سامع والله مش سامع حاجة حد سامع حد يوصل بس ها ايه؟ ما انا عندي تنشن وعندي شير برضه. انا عندي نورمال وعندي شير. ما هو الشير ده بيعمل شير على المسمار. والتنشن بيعمل تنشن على المسمار. خدتها بس الشير اهو انا خدته اهو. بس كان عندي نورمال كومبريشن. ما هو الكومبريشن بيعمل حاجه على المسمار. فلو عندي نورمال كومبريشن بيعمل بيرنج على طول بس مش شايل حاجه شايل شير بس لكن لو عندي تنشن وشير يبقى بس مش شايل لو الشير عالي بعمل حاجه اسمها شير كي من اسمها كده شير كي دي معناها ايه؟ هرسمها لكم بره كده هاجي في البيدستل كده واقوم عامل فتح وهاجي في البيس بليت بتاعي واحط عمود حديد جوه العمود جوه الفتحه دي ده العمود الرئيسي وبعدين كل ده يبقى جراوند كل ده جراوند فبالتالي الشير مش هيتنقل عن الانكل جوه هيتنقل عن طريق ايه؟ البيرنج بتاع الاي بيم اللي موجود اللي مدفون في الخرسانه دوت مع الخرسانه يبقى ساعتها نقلت الشير على حاجه ثانيه غير المسمار وسبت المسمار لمين؟ للتنشن بس لو الشير كبير بنسميه شير كي هو مقرف شويه ان انا بصنع وانا بصب الخرسانه لازم اعمل فتحه وحديد التسليع بتاعها اقرب شويه عشان الفتحه اللي موجوده بس اجيب الحديد بعد كده احطه في الفتحه وبعدين اعمل جراوند فيشتغل كايه؟ كبير ماشي؟ مالناش دعوه بيه دلوقتي خلينا في الاهم فيه طيب الحاجه الثانيه بعد ما طلعت المسمار طول المسمار طوله لو هو عليه شير بس هاخد طوله 20 مره ثالثه او 50 سم ايهما اكبر؟ يبقى طول الانكور بول
هفتح 20 مرة بلدة أو 50 سنتي أيوة إيه؟ أكبر لو هو معلوش تنشن. طب لو عليه تنشن الفورس اللي في التنشن اللي موجودة في المسمار ده هتنقل الخرسانة عن طريق؟ ها؟ عن طريق إيه؟ بوند. ده اسمه بوند. البوند ما بين الخرسانة والحديد. تمام كده؟ فلو أنا هعمل كده يبقى النورمال فورس الموجود عندي اللي هو تي بير بول الفورس على المسمار الواحد بتساوي باي في بي اللي هو البريمتر بتاع المسمار في طول المسمار في الالابل ستريس بتاع البومب اللي هناخده 6 كيلو على السنتيمتر المربع. برضه الالابل ستريس بتاع البومب ده مش ثابت، ده بيعتمد على ايه؟ نوع الحديد ونوع الخرسانه. يعني لازم نوع الخرسانه تشوف الالارم بول ستريس بكام. زي ما خدنا هناك 60 كيلو وهناخد 6 كيلو عشان نرجع نتسال دلوقتي. ايه المجهول في المعادله دي؟ ايه المجهول في المعادله دي؟ الفورس عندي الاف ده جراوند ب 6 كيلو، يبقى اي حاجه هنا مش عارفها اللي هي ايه؟ ها؟ طول الانكر. تمام كده؟ هطلع من المعادله دي طول الانكر بتاعي، ما انساش الوحدات بس التيب النار اضرب في 1000 عشان اعملها بالكيلو، ها؟ عشان لو خدت سيرفك يعني، هطلع طول المسمار، لو طول المسمار طلع اقل من 20 فاي او 50 سنتي اعمل ايه؟ اخد 20 فاي او 50 سنتي. طب افرض طول المسمار طلع 3 متر. ايه المشكلة؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيخش تحت ويبقى فين؟ في القعدة. ما ينفعش، لازم طول الانكر بولت يبقى ويذن الرينج بتاع رقبه العمود. لو فاكرين احنا صبينا ازاي؟ صبينا القعده الاول وطلعنا اشاري وبعدين حطينا الانكر بولت، يبقى الانكر بولت طوله لازم يكون فين؟ ويذن رقبه العمود، ما ينفعش اطوله قوي عن كده. طب اعمل ايه واطلع طوله كبير قوي؟ ببساطه شديده بدل ما اعمل جنش كده اقوم حاطط بليت في الاخر وحاطط صابونه هنا عامل فريمنج تحت يعني، فبالتالي البيت اللي في الاخر ده التنشن فورس بالنسبه له هيتقلب كبيري ما بين البيت والخرسان، يبقى ابعاد البيت ده اجيبها عن طريق البيري كانها بيس بليت بالظبط، بس الفورس اللي موجود ايه؟ التنشن فورس في المسمار، وعندي ابعاد البيت والقلاب والبيري ستريس بتاع الخرسانه 60 كيلو، هطلع منها ايه؟ الابعاد المظبوطه بتاعت البيت عشان الفورس دي تلاقي عن طريق البيري ما بين البيت والخرسانه. متخيل عملت ايه؟ المسمار تحت كده حطيت حاجه تحت ربطتها فيه، فلما يجي المسمار يطلع لفوق الحاجه دي هتعمل ايه؟ ايه هيحصل ايه؟ هيخبط في الخرسانه، صح؟ وبالتالي هينقل الفورس بدل البوند اللي حوالين المسمار هينقلها كبيرنج ما بين الخرسانه والبيت، البيرنج ستريس اعلى بكتير من البوند ستريس، يبقى ساعتها هاخد المسمار طوله 20 فاي او 50 سنتي او اكتر شويه واحط له ايه تحت؟ بيرنج بليت عشان انقل الفورس عن طريق ايه؟ البيرنج بليت. واضح كده يا جماعه؟ تمام؟ ناخد مثال بقى ماشي؟ اوكي؟ اي سؤال؟ الاكزامبل ده بيقول ايه؟ بيقول النورمال فورس اللي عندي عندي شير قلبه 3 طن والنورمال يا اما تحت 30 طن يا اما لفوق زائد 4.5 طن، يعني ناقص 30 لتحت او زائد 4.5 لفوق، والعمود بروت فلانج اي بي 300، العمود ده بروت فلانج اي بي 30، يعني عرض فلانج 30 والدبس بتاع القطاع ايه؟ 30. تمام كده؟ دي مع بعض. هنبتدي زي ما اتفقنا ان احنا نصمم ايه الاول؟ اللحام. تمام؟ في المثال بتاع الكتاب هو قرر يحط اللحام عند الفلانجة من بره بس، يعني هيعمل خط لحام هنا وخط لحام هنا بس، مفيش الخطوط دي كلها، يعني حط خطين لحام بس في الاخر، في الاول وفي الاخر. تمام كده؟ يبقى طول خط اللحام بتاعي كام؟ 30 في 2 يعني 60 سم. لو افترضنا الاول خطوه الوالد، لو افترضنا نقطه مفيش شنطه خالص، يبقى اللود كله هيتم عن طريق ايه؟ اللحام، صح كده؟ يبقى اذا الاف على خط اللحام هتساوي النورمال اللي هي 30 طن على مساحه خط اللحام 2 في 30، هنفترض اس ويلد يساوي 1 سم،
واحد سنتي يطلع الرقم ده 0.5 طن على سنتيمتر مربع. يبقى خدت السايز بتاع اللحام كام؟ سنتي. طب كده؟ طب والشير؟ 3 طن على 2 في 30 1 سنتي هيطلع 0.05 طن على السنتيمتر المربع. صح كده؟ ده لا يزيد عن 0.72 وده لا يزيد عن 0.72. ما ننساش احسب الاف ايكويفالنت اللي هي بتساوي الجذر تربيع ان تربيع زائد 3 كيو تربيع هيطلع تقريبا 0.6 0.5 برضه 0.51 طن على سنتيمتر مربع اقل من 1.1 في 0.72 يبقى برضه ايه؟ يبقى اللحام بتاعي خطين اللحام بتاعي مالهم؟ سيف. هل محتاج احسب التنشن؟ اذا كنت انا سيف على 30 باوند كومبريشن يبقى اكيد هيطلع سيف على 4.5 باوند تنشن. صح؟ يبقى مش محتاج احسب ايه؟ التنشن. طب لو انا افترضت فول كونتاكت كنت هعمل ايه؟ مفيش النورمال بقى في مين بس؟ الشير بس. اللي هو اقل من 0.72 بقى الدنيا برضه ايه؟ سهله ما فيهاش مشكله. يبقى انا كده اول خطوه عملتها هي ايه؟ اللحام. ثاني خطوه البيز بليت. بيز بليت. هفترض الام بتساوي 5 بتساوي الام يبقى اذا البي بتاعتي 0.8 30 زائد 2.5 يعني 34 سم والدي 0.95 30 برضه زائد 2.5 تطلع كام؟ 38.5 سم. يبقى الاستريس على الخرسانه اللي هي 30 طن على 34 في 38.5 وهضرب في 1000 عشان احولها بالكيلوجرام على السنتيمتر المربع هيطلع الاستريس على الخرسانه يساوي 22.5 كيلوجرام على السنتيمتر المربع اقل طبعا من الاف بيري اللي احنا اتفقنا هناخدها بكام؟ 60 كيلو جايز في الكتاب يبقى عاملها 50 كيلو مش هيتفرق يعني ده رقم حسب نوع الار سي. فلو انتوا اتفقتوا انها تبقى 50 بدل 60 او 70 بدل 60 الدنيا ايه؟ مش فارقه قوي يعني ما حصل الخرسانه 50 بقى اسهل بكتير كمان اقل يعني فالدنيا سيف برضه. شايفين ان كده الدنيا بقت سهله ازاي؟ بقت سيف. طيب بعد كده هم عملوا ايه؟ هجيب المومنت على البليت على سيكشن 1-1 ده اللي هو كان بيساوي الاستريس 22.5 في 5 تربيع على 2 وهضرب في 1000 عشان احولها للطن من الطن لسنتي هيطلع المومنت 0.286 سنتيمتر طن. التي بليت الجهاز التربيعي 6 ام 0.286 على الاقل ستريس 1.4 هيطلع تقريبا 0.9 سنتي اخده بايه؟ 1 سنتي. طبعا راجعوا ورايا الارقام دي عشان نطمن انها ايه مظبوطه. يبقى اذا البيس بليت بتاعي اصبح 34 في 38.5 بكام؟ بصم انا مش مسؤول على المحيط هيكل انا مش حاسس ان في مشكله يعني لو في حد عنده مشكله يبقى اخد مش هتشوفه زيك زيك ما تلاقوش المحاضره الجايه هتبقى فيكسد مش هتشوفوا حاجه. هنخش في الانكل بول بقى احنا دايما اتعودتوا معانا بنسخن في الحاجات السهله وبعد كده ايه؟ نبتدي نعرض الدنيا شويه بشويه. نخش على تالت حاجه الانكر بول. اصمم الانكر بول على ان الفورس تنشن ولا كومبريشن؟ مين الكريتيكال فيه؟ تنشن طبعا. هفترض ان انا استخدم انكر بول اثنين عنده بول ام 20 حديد 37 الجريد بتاع عنده بول زي ما انت عايز ممكن يبقى 4-6 ممكن يبقى 37 ممكن يبقى 52 يعني عنده بول يا اما يجي ماتيريال
بتاع مسامير تصنع، يا اما اجيب سيخ حديد واقوصه هيبقى 37 او 52 او ايا كان. يعني الكتاب هنا مش فاكر بقى بصراحه، بتقول جون هايل مره 4-6 ومره هايل 37، فممكن تبقى كده وممكن تبقى كده او جريب 4-6، يعني ينفع كده وينفع كده. المسمار شايل شيئا ايه؟ 3 طن. يبقى الشير ستريس على المسمار الواحد هيبقى 3 طن على مسمارين على الالارم على المساحه بتاعت المسمار في 0.85 علشان تجيب النت اريا بتاعت المسمار، يبقى هتطلع الستريس دي تساوي 0.64 طن على سنتيمتر مربع. اقل من الالارم ستريس لو حديد 37.84 طن على سنتيمتر مربع، لو حديد 37 واقل من 0.25 اللي هي 1 طن على سنتيمتر مربع، لو جريد 4-6 صح؟ قال لها مشكلة ستريس في الحديد 4-6 كان 0.25 اللي هي 0.25 1 طن على سنتيمتر مربع، لو حديد 37 ده شيلر زي الحديد العادي هيبقى 0.84 طن على السنتيمتر المربع. مازال الدنيا ايه؟ سيف سواء كده او كده، مفيش مشكله عندي القطاع سيف في كلتا الحالتين. طيب التنشن بقى 4.5 على 2 على برضه باي 2 تربيع على 4 في 0.75 ده هيطلع في 0.95 طن على السنتيمتر المربع. اقل من كام بقى؟ ها؟ 1.4 طن على السنتيمتر المربع على حديد 37 و 0.33 اف التمت اللي هي هتطلع 1.33 طن على السنتيمتر المربع على حديد ايه؟ 4-6. ما زال برضه القطاع كتنشن سيف كده. طيب عشان بقى اطلع الانتر اكشن ريشيو اعمل ايه؟ الاكشن على اللو التربيه زائد الاكشن على اللو التربيه المفروض ما ينزلش على اثنين على كام؟ على واحد، تمام كده؟ يبقى اذا الاكشن اللي هو 0.64 على اللو بقى حسب خلاص هما الاثنين يعني تربيه زائد الاكشن 0.954 على اللو المربع حسب تربيع المفروض ما ينزلش عن ايه؟ عن واحد عشان يطلع قطاع الانكر بولت ده سيف. يبقى قالي بس احسب طول الانكر بولت صح كده؟ عايز اطلع طول الانكر بولت زي ما اتفقنا، عشان اطلع طول الانكر بولت المسمار عليه 2.25 طن في 1000 يبقى بالكيلو هيساوي باي في دي اللي هي 2 سنتي في الالارم بولت ستريس 6 كيلو في ال هيطلع ال المعادله دي تساوي تقريبا 60 سنتي اكبر من 25.50 سنتي، يبقى هاخد طول الانكر بولت ايه 60 سنتي ومش محتاج احط بليت من تحت لان طول الانكر معقول جدا طوله 60 سنتي ما فيهوش مشكله. ماشي؟ أي سؤال؟